ينضم إلي من باريس حسان القبي، أستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي. أهلا بك سيد حسان. ما الذي تحمله زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو سواء كان إلى أوروبا والتي سيبدأها بفرنسا وحتى دول الشرق الأوسط برأيك؟ نعم، أولا تحية إليك من خلالك إلى كل فريق العمل في قناة الغد وعموم المشاهدين. بالفعل يعني وصل بومبيو يوم أمس السبت في انتظار لقائه يعني يوم الاثنين غدا مع الرئيس إيمانويل ماكرون ومع وزير الخارجية جون أوف ليدريون. يعني زيارة كانت تتبعها حقيقة يعني يمكن أن نصفها توجس من قبل الإليزي بحكم الوضع الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم نتائج الانتخابات، بحكم كل ما يحدث من صخب داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تعرفون أن الرئيس ماكرون كان من أول الرؤساء الذي هنأ جون بايدن بفوزه في الانتخابات بحكم فتور العلاقات بين إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي وخاصة في الملفات الإقليمية. لعل أبرزها كما تحدث بالأمس يعني جون إيف لدريون وزير الخارجية الفرنسي مسألة العراق أفغانستان، قال أن سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان يعني خطأ استراتيجي أمريكي، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب هكذا يعني في فترة وجيزة. وكذلك الملف الإيراني، الصائفة الفارطة، لا الصائفة التي قبل الفارطة بالفعل يعني صائفة 2018 كانت صائفة 2019 صائفة 2019 كانت يعني شد وجذب بين إدارة ترامب والإدارة الفرنسية في الملف الإيراني. عديد المتابعين ربما يترقبون ممكن ضربات موجهة لإيران قبل مغادرة السلطة أو حتى ممكن تكون طوق النجاة لإدارة ترامب للمواصلة في حالة اندلاع حرب حسب ما يتابع متابعون مختصون في الملف الأمريكي. تعرفون موقف فرنسا من الملف الإيراني، من الاتفاق النووي. أعتقد أن أهم الملفات التي سوف تناقش في لقاء الغد هو يعني الملف الذي سوف يحظى مع كل الملفات التي جاءت في تقريركم، العراق، أفغانستان، الشرق الأوسط، الإرهاب، العلاقات مع الصين. ولكن أعتقد أن الملف الأهم بالنسبة للإدارة الفرنسية هو الملف الإيراني وملف الاتفاق النووي الإيراني. فرنسا سعت جهيدة مع كل الأوروبيين حتى بريطانيا. كيف ستتعاطى فرنسا يعني على ضوء كل هذه المعطيات مع هذه المباحثات التي ستجري غدا، خصوصا وكما ذكرت يعني وأن الأوضاع لا تزال غير واضحة المعالم بالنسبة لما يجري وما جاء ما بعد الانتخابات الأمريكية؟ يعني فرنسا تتعاطى بحذر، بالرغم أن دعوة ماكرون إلى بايدن كما قلت في ظل فتور العلاقات مع إدارة ترامب. يعني ماكرون سواء على صفحة الفيسبوك أو حتى في تغريدة بتويتر قال له Let's work together، دعنا نعمل سويا، لأن العمل انقطع تقريبا في أغلب الملفات الإقليمية مع إدارة دونالد ترامب. نعرف إدارة دونالد ترامب كيف خاضت مع العديد من المواضيع يعني صيغة أحادية الجانب الشراكة الأوروبية الأمريكية، يعني شراكة كلاسيكية تقليدية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945. ولكن مع إدارة ترامب كان الأمر مختلف بتاتا. أعتقد أن ما يعطي أكثر ضوء ممكن أن الملف الإيراني سوف يتصدر، أن الجولة الأوروبية التي سوف تكون فرنسا، تركيا، جورجيا، إسرائيل، بعدها مباشرة سوف يكون في الإمارات العربية المتحدة، في قطر والعربية السعودية، المملكة العربية السعودية. لذلك نفهم من خط سير وزير الخارجية الفرنسي بومبيو أن في اعتقادي الشخصي أن الملف الإيراني سوف يكون هو الملف الأهم، خاصة مع إقالة مارك إسبر وزير الدفاع ووزير دفاع جديد اليوم في البنتاغون. نعتقد أن إدارة دونالد ترامب في الأيام المتبقية تخفي العديد من المفاجآت، خاصة وهل هي بكافية سيد حسان؟ يعني هذه الأيام القليلة المقبلة هل هي كافية لتحقيق ما تسعى إليه إدارة ترامب وتحقيق ما يرغب بتحقيقه وزير الخارجية مايك بومبيو بهذه الزيارات؟ بالفعل يعني لدينا حتى 20 يناير جونفي القادم، يعني ممكن 55 يوم بالتمام والكمال، 55 يوم.
ممكن لا يمكن لإدارة ترامب ممكن أن تدخل في حروب مباشرة، تعرفون ذلك يتطلب موافقة سواء الكونغرس أو مجلس الشيوخ، ولكن ضربات استراتيجية موجهة في العمق الإيراني شخصيا لا أستبعدها منذ إقالة مارك إسبر، شخصيا لا أستبعدها. لذلك ممكن جاء إلى باريس بترتيبات، يعني كما قلت خط سير الوزير الخارجية الأمريكي في هذه الجولة الأوروبية الشرق أوسطية توحي أن أهم الملفات التي قد يمكن يتداولها من خلال كل الزيارات هو الملف الإيراني، وأعتقد أن دونالد ترامب حازم على تحجيم دور إيران في المنطقة قبل مغادرة البيت الأبيض إن حسمت الانتخابات لصالح جو بايدن. المسألة في اعتقادي الشخصي لم تحسم بعد، أعتقد أن يوم يصدر القضاء الأمريكي القرار الأخير، يوم يجتمع المجلس الانتخابي يومها فقط ممكن اعتبار جو بايدن فائزا. حتى اللحظة دونالد ترامب يحظى بكل الصلاحيات إلى غاية 20 يناير القادم، وبإمكان دونالد ترامب وإدارته الحالية حقيقة أخراج العديد والعديد من المفاجآت. شكرا جزيلا لك حسن القبي، أستاذ وباحث في الاقتصاد السياسي.